السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ عساكم بخير. ما ودي أطول عليكم أنا، سالفة ما فيها، في مشكلة في آخر إصدار تيم سبيك، تمام؟ وهذه المشكلة يا طويل العمر والسلامة ما لها حل، إن إلا إنك يعني كيف أقول لكم، اللي هو يعني تنزل، يعني ترجع التحديث القديم حق تيم سبيك، حلو؟ فالحين راح اعلمكم ان شاء الله كيف ترجعون الاصدار القديم للتيم سبيك. تابعوا معي. اول خطوه راح تسوونها انكم تعرفون جهازكم كم بت، تروحون على جهاز الكمبيوتر بالزر اليمين خصائص، او بالانجليزي بروبرتيز، تمام؟ تفتح عليه تلاقي هنا مكتوب عندك هنا 64 بت عندي، او في ناس عندها 32 بت، تمام؟ راح تكون في نسختين للتيم سبيك، نسخه 32 بت ونسخه 64 بت، راح تلاقونها في الديسكربشن ان شاء الله. زبدة الموضوع، انت اول شيء تسويه اذا كنت انت محدث التيم سبيك او لا تحذف التيم سبيك، تمام؟ على طول سوي الخطوه هذه اللي انا بسويها، اوكي؟ اللي هي هذه، سوري ويت، اللي هي هذه. تروح تحمل التيم سبيك، تمام؟ هذا الاصدار عندك، هذا 64 بت وهذا 32 بت. طبعا بعد كيف انت تعرف النسخه اللي المفروض انك تنزلها؟ طبعا بعد ما ايش تشوف هذا، بعد ما تشوف الكمبيوتر مالك 64 بت او 32 بت، حلو؟ تمام. الحين انا عندي 64 بت، تمام؟ لازم احمل اللي هي 64 بت، فبحمل هذه، تمام؟ 64 بت، اضغط على هذا، لا اوكي، تنظر شويه. الكوايل بروجرامينج دونلد كاتشاب اون سام اوف ذا لازم وات ايفر، اسحب على هذا الموضوع، انتظر شويه بس بيبدا التحميل، تمام؟ اوكي، هذا بدا يتحمل، تمام يا شباب؟ بعد ما يخلص تحميل، اوكي؟ لسه ما خلص، انتظر لما يخلص ارجع لكم، اوكي؟ اوكي شباب، المهم الحين خلص التحميل، بعد كذا نفتح ال دقيقة، انا بس عشان اثبت لكم ان انا الحين محمل اخر اصدار، شوف انا حملت اخر اصدار، اوكي؟ ويجيني كراش، شوف هذا اخر اصدار. ايش اسوي؟ اول شيء راح اقفل تيم سبيك من تحت هنا كويت، تمام؟ بعد كذا افتح ذا الملف اللي حملته، سوي تشغيل، نكست، تسحب ذا اخر شيء، نكست 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 نكست، اوكي كل شيء زي ما كان، نكست كل تحميل، اوكي اضغط فينش، اضغط على هيل. شوف يقول لك تحديث، سوي نوت ناو، انتبه تسوي تحديث، لان التحديث فيه الجلتش اللي يصفن، اللي هو التحديث اخر تحديث للتيم سبيك فيه مشكله اللي هي تطلعك دروب او يعلق التيم سبيك لين ما تسكره بعدين تفتح مره ثانيه. فالنصيحه لا تسوون اخر اصدار لين ما يصلحون مشكله التيم سبيك، تمام؟ خليكم على هذا الاصدار، ما شاء الله ما في مشاكل، اللي هو هذا، اوكي، وبس تدخل التيم سبيك اللي تبغون، خلاص هذا مثلا ادخل التيم سبيك اللي انتم متعودين عليه، مثلا انا متعود هنا ادخل. يلا حياكم، نراكم غدا ان شاء الله، مع السلامه.